السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نشارك معكم هذه المناسبة أو هذا البوفي، ولكن هذا الفيديو غنشارك معكم هاد جوج وصفات ديال هاد كيك بوبس وديال هاد ماغنوم. إذا نبقاو مع الفيديو للآخر إن شاء الله وتشوفوا، وجاي إن شاء الله الجديد. السلام عليكم. دابا عندي هاد الكيك، اي كيك عندكم؟ انا عندي هذه ديال الشوكولات، حبيبات الشوكولات، غادي نفرتتها اما بيديا واما في المولينكس اللي بغيتو، وغادي نرجع معكم. صافي، ها هي درت لها غير بيديا في الساع. المهم باش ما بغيتو تخلطوها، كاين بزاف الاقتراحات. انا غنخلطها بنيتيلا اللي هي فيها الشوكولات، ماشي ضروري نيتيلا، ولكن اي شوكولات ديال الدهن ممكن تخلطوها به. انا تجبت كراميل، ولكن بنتي ما بغاتش كراميل، حتى هو ممكن كراميل جاري هذا. المهم غنبقى نخلط فيها حتى تعود عندي لينه. المهم انا درت يديا، كان خصني ندير شي حاجه. المهم صافي، بعد ما حسيت بس كتجانس، ها هي. ما نقدرش نقول لكم شحال، على حسب الكيكه واش ناشفه ولا لا. خديت هادو ديال ماغنوم، يلا غادي ندشنهم، شاركتو معكم اللي جبت اخر مره في الفيديو، راه شاركتو معكم. وغادي نحاول نديرهم هنا في هاد المولات بحال هكا، نزيد شويه ما كيبانش معكم، نزيد ماشي مشكل. كيفاش هكا، ونبقى نقاد حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي. غنبقى غدا على هاد الشكل. هي كاينه طريقه اخرى، ولكن هاد الطريقه اسهل. رانا زربانه وكنشتت دائما، الله يسر ضيق الوقت بحال هكا. وغنبقى غدا على هاد الشكل حتى نساليهم ونرجع معكم. صافي، دابا غنخشي فيهم هاد العويدات على هاد الشكل. شاش هادو كبار يمكن، جاوني كبار للاسف للاسف. نشوف واش غيتخشاو بزز. اوبس، هاهما تخشاو. اذا غنخشي فيهم هاد العويدات، وغنخشيهم في المجمد على الاقل 15 دقيقه ونرجع معكم. ممكن تسنى الاخرين الا بغيتوا نفس هذا، نفس الديكور ديال الماغنوم، ولكن هادو غادي نديرهم على شكل هكا بوبس، كما كيقولوا لهم كيك بوبس. راني مشاركه معكم وحده، غندير لهم بحال هكا باش نبدل الديكور، وباش ما نبقاش نتسنى في الاخرين. غادي ندير فيهم غير هادو، هما اللي متواجدين دابا عندي. صافي بنتي ما بغاتش ندير هادو، ما بغاتش، غادي ندير هادو اللي درت نيت في ماغنوم. غادي نخشيهم في شويه الشوكولات، ونحاول ندير لهم هكا باش يشدو. وغندير لهم الشوكولات في الجن، ما كيبانش معكم. ها انتما درت شويه الشوكولات وغنديرو هنايا باش يشد بحال هكا، ونخشيهم في المجمد حتى هما، ومن بعد نطلقهم بحال هكا. ما بقاش كندير هكا، وليت كندير بهذيك البلاستيكه. انا غنوريكم عيطيه مجلخين، وكندير بحال هكا حيت كيقدروا يتفرتوا. ونحط، جاتني حسن من الكاس بلاستيكه هكا، هي هادي. صافي بعد ما كملتهم، ها هما على هذا الشكل. الاخرين جوج خفت لي يطيحوا لي، حيت مره كيقدروا يتهرسوا لي، تحيد منهم العود. غطستهم في الشوكولاط، عاد غطستهم تما. هاد جوج الاخرين الله نعقل عليهم باش نعرفوا نجربوا هكا، نجربوا. المهم بزاف الطرق. صافي هما جبتو من المجمد الشوكولات اللي بغيتو، بيض او اسود. وغادي دابا نحاول نحيدهم بهذه الطريقه بحال هكا، ونخشيهم في الشوكولات
بيض ولا اسود ولا اللي بغيتو او شي لون. انا غادي نبدا هكا ندير معكم واحد. صافي هكا حتى نكمل وغادي نحط في الورق بحال هكا ونحط في الورق. بغيتو تزوقوهم شي حاجة ممكن، انا غنعطيكم امثلة وانتوما حسب. من الاحسن الا بغيتو تزوقوهم من اللي كيكون باقي الشكلاط، باقي الشكلاط باقي ملصقش، اش غنقول لكم باقي بحال هكا. واي حاجة ديروها لكم الاختيار. وهذا هما دابا نخليهم حتى يبردو، كل واحد درتو في شكل. هذا عجبني بزاف بحال الماغنم، درتو بالشكلاط اللي فيه المكسرات، اذا جا على هذا الشكل. درت فيه الفوق شكلاط ابيض. المهم كيبقى لكم الاختيار كيما بغيتو تزوقوهم بحال هكا. صافي، ومن بعد ان شاء الله وغادي تشوفوا معايا اخر في التقديم ان شاء الله. غادي نجبد الاخرين حتى هما دوك كيك بوبس. جبت هاد كيك بوبس حتى هما من المجمد، ودرت هنايا ثاني شكلاط اللي فيه البندق اللي بغيتو ديروه. المهم غادي نمشي ثاني على هاد الشكل بحال هكا باش يجي اللون حتى هو مغاير. وبزاف الاذواق كتختلف، اذا بحال هكا. اما نحطهم في كاس باش ما تجيش فيهم هذيك البلاصه بحال هكا زعما بلا، واما نديروهم بحال هكا، لكم الاختيار. انا غنكمل ونرجعوا ان شاء الله. اذا كان هذا هو الشكل النهائي، راني دايره معكم شكل اخر. شوفوا الوصفه ومرحبا بكم. وكما شفتوا البوفيه راه غادي نترك معكم كامل، تركت معكم المكرون وكل شيء جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.